فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل القراءة، قراءة الرقية الشرعية بماء زمزم ثم أقوم برش هذا الماء في المنزل؟ لا، هذا ما ورد، لا ماء زمزم ولا غيره، ما ما هو برش الماء في المنزل أو الملح ينثر في السيسان عشان يطرد الجن، هذه كلها خرافات. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.